السلام عليكم، أتمنى أن يكون الجميع بخير، أتمنى أن يكون صغاري بخير. ألوغ اليوم راح نحلو قوس ونفتحو باب كاريمون تمهيدي للسنة الرابعة. اليوم راح نتعرفو على الكتب، وإن شاء الرحمن غدا أو بعد غد نبدأ في دروس السنة الرابعة، اللي هي دروس تكميلية اللي درسناها من سبق السنة الثالثة. وطبعا دروس السنة الثالثة المتبقية سنواصلها مع بعض. قبل ما نبداو نتكلموا على الكتب او الكتب الخارجيه مثل ما جاوني اسئله عليهم، كاين سؤال طرحناه في المجموعه، قلنا ما هو مشكل الصغار مع الفرنسيه او البروبليم كو رونكونتر طون انفون. الوغ لا ماجوريتي قال لك القراءه في الصيف. بقيت نحط لكم نصوص وقلت لكم بعثوا لي تسجيلات صوتيه او فيديوهات على الخاص ونصحح لكم الاخطاء. لاحظت انه كان الاطفال يعرفوا الحروف ا بي سي دي اكسيتيرا. المشكل فاش؟ مشكل في النطق. علاش؟ باسكو لا ليكتور سيلابيك ما كانش. او ليو دو دير بونجور نقول بونجور، نو او بونجور. كل حرف نعطيه حقه، قلت لكم مرارا وتكرارا. صغارنا عندهم مشكله يسموها لا يريدون القراءة، ما حبش يقرأ. حطي له نص يسمعه مرة مرتين يتعود على النطق، ومن بعد يبدأ هو ينحي هذيك العقدة تاع القراءة. ما يحبش يقرأ باسكو ما يعرفش، ماشي ما يحبش يقرأ باسكو ما يحبش يقرأ توكور، باسكو عندهم هذاك رهبة، خوف، نوعا ما عقدة نقص، خايف يغلط. دونك اللغة نقدر نتعلمها بالسماع، نسمع الكلمه كيف تنطق، نتمكن منها. لا ليكتور سيلابيك عندها اهميه، طريقه نطق الحروف عندها اهميه. التمارين الخارجيه مين نحطوهم لكم، ولا حتى لا ليكتور سيلابيك دو لا ليتر اف ار اس درناهم كامل. لاحظت ان الامهات او الاولياء لا يتفاعلون معهم. الاولياء واش يهمهم حل تمرين لو كاي داكتيفيتي، اعطيني حل تمرين لكاي داكتيفيتي واعطيني ان سوجي نحضر به الاختبار. وهذه الطريقه غادي تخلي الطفل يعرف يحل التمرين لكن غير متمكن من اللغه، ما عنده لا نطق صحيح، ما يقدر يعبر، ما يقدر يقرا. حابه تساعدي ابنك بنتك، ساعديه بطريقه سليمه، خليه يتمكن من اللغه. امهات قال لك الانجليزيه والفرنسيه، شوف في هذه اللحظه راه عندكم اللغه الفرنسيه، واللغه الفرنسيه راه مدمجه في الامتحان النهائي. نهار اللي يديروا الانجليزيه خليوا الفرنسيه ومشوا الانجليزيه. الان في هذه اللحظه انني محتاجه لابني ولا لبنتي حتى تكون حاضره وما تطيحش النقاط في الامتحان النهائي تتمكن من اللغه الفرنسيه. الان في الجامعه الكتب كتب علميه ايتو يلقاها باللغه الفرنسيه، ما نضيعش ابني باسكو انا ما نحبش اللغه الفرنسيه. ما لازمش نكتفي بحال تمرين قال هنا يفو يكريغ سا، هنا يفو با يكريغ سا، فير بلو روج اكسيتيرا غران بوتي اي تو باس ا اوتر شوز. نو سي با كوم سا كون ابرون لا لونغ، يفو ايكوتي لي تيكست. راني فتحت لكم الباب، بعثوا لي حلول التمارين، بعثوا لي التسجيلات الصوتيه، ورغم الامهات متعودين نبعث لكم التصحيح. نتمرن نخلي الطفل راه كاين نص تاع قراءه يسمعه من عندي، يسمعه من الزملاء، يسمع حتى يتعود أذنه تتعود على اللغة. يعني هذه نصيحة، لا ميثود اللي شفتها هذه تاع وريني كيفاش نقرأ وريني كيفاش نحل التمرين والسلام عليكم. هذه الطريقة ما تخليش الطفل يتمكن من اللغة تمكن سليم. نغلق القوس ونرجع لكتبنا. ألوغ موفقين أحبتي في السنة الرابعة. الكتب راها قدامكم. هذا كتاب التطبيقات للغه الفرنسيه، كتاب التطبيقات لكاي داكتيفيتي دو فرونسي 4 ا بي. وديجا متعودين مع كتاب التطبيقات للسنه الثالثه نفس الطريقه نفس الاعداد. باردون. الوغ عندنا هنا جابرون لي كونسين. الوغ نوتر ليفر داكتيفيتي و نوتر كاي داكتيفيتي، فوالا تكتشفوا مع بعض على بركة الله. دونك اون فايكيغ نوتر نوم بخينون، فا كولي نوتر فوتو، فوالا. أول شيء كيما شفنا في الكتاب تاع السنة التالتة
Je comprends les consignes. Afham, at-ta'limat. Je colorie, je recopie, j'écris, je dessine, je lève la main. J'écoute, je souligne, j'entoure, je relis, je complète, je lis et je regarde. هادو كامل درسناهم العام اللي فات. وهضرنا عليهم في كل التمارين وكررناهم اكسيتيرا. هادو على الاقل تكونوا متمكنين تدخلوا. تقول لكم على لي ما كولوري tu vas colorier. Recopie, tu sais ce que c'est recopier. احسن طريقه لتعلم الفرنسي ان نتكلموا بالفرنسيه. انا قلت لكم مرارا وتكرارا انا استعمل اللغه العربيه لمساعده الاولياء. انا اللي نقدم الدرس للتلميذ. خلاص نجي نمد تعليمها للصغير نمدها لها باللغه الفرنسيه. ما لازمش نمد لها بالعربيه و il va pas apprendre. هكا الطفل ne va pas apprendre. Vos enfants sont suffisamment intelligents. هذه مجرد لغه والاطفال اذكياء. كولوري اون فوا دو فوا كولوري ندير لها تلميحات يعرف شيء كولوري ريكوبي اكري ديسين ليف لا مان ايكوت. خص الاذن تاع الطفل تتعود على اللغه الفرنسيه. نواصلوا. الوغ فوالا هما تمارين كالعاده كيما موالفين في لو ليفر تاع 3 ابي الكتاب السابق كتاب التطبيقات. تمارين راح نتطرقوا لهم كالعاده. صغار القراءه والكتابه مازال راه باقي لكم الوقت. العطله انتهت دونك القراءه والكتابه صغاري. دونك هذا كتاب التطبيقات. ها هو الكتاب الموالي. الكتاب الموالي هو كتاب اللغه الفرنسيه كتاب النصوص كتابنا لو ليفر دو فرونسي 4e année primaire. Alors on a une introduction مقدمه. Alors tu es en 4e année. Bravo. Tu continueras à apprendre le français avec tes nouveaux amis. Yassine, Massinissa, Majid, Amira et Lina. Ton deuxième livre te rendra cet apprentissage facile et stimulant. Tu découvres de nouveaux mots qui te donneront envie de lire et d'écrire vite et bien. Ton livre est ton ami. Prends soin de lui. N'écris rien dessus. Nous te souhaitons de passer une année agréable avec les aventures de tes nouveaux amis. Donc, fais le mokadima, kallek. Bravo. هنيئاً أنت في قسم السنة الرابعة. Tu continueras à apprendre le français. ستواصل تعلم اللغة الفرنسية avec tes nouveaux amis. Les nouveaux amis معناتها شخصيات الكتاب ياسين ماسينيسا ماجيد أميرة إلينا. Ton deuxième livre, le premier c'était le livre de troisième année. هذا ta quatrième année c'est ton deuxième livre كتابك الثاني. Te rendra cet apprentissage facile. كتابك الثاني سيجعل هذا التعلم سهل. Tu découvres de nouveaux mots, c'est تكتشف كلمات جديدة, qui te donneront envie de lire et d'écrire. كلمات جديدة ستعطيك الرغبة في القراءة والكتابة. وكزولي على vite et bien. بسرعة, كتابة جيدة وسريعة. Ton livre est ton ami, كتابك صديقك. Prends soin de lui, اهتم بكتابك. Alors, نحن نتمنى لك. Nous te souhaitons de passer une année agréable, sana mumti'a, mufida, sa'ida. Hadi umniyati ana lakum, sana mali'a bin najah. Alors, avec les aventures de tes nouveaux amis, ma'a muhamarat asdiqa'ak al-judud. Donc, l'an al-madi, qultkom l'awliya li habbin yetba'o, yqoul lak kayen awliya yqoul lak atini l-barnamej sanawi, etc. Non, ما عندك علاش تمشي لمجموعه الاساتذه وتطلب هاد الحوايج. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Donc اللي حابين يساعدوا ابنائهم في البيت عندنا هنايا table des contenus. Donc lexique, conjugaison, grammaire et orthographe. Alors, qu'est-ce qu'il faut apprendre fait de la partie, fait de le projet, fait les séquences. Donc عندي dire les mots de salutation, se présenter, قول كلمات التحية ونعرف بنفسي اكسيتيرا. هو راه عندك هنايا عندك لو فيمينان دي نون اكسيتيرا. غير منا تقدروا تتبعوا وتساعدوا ابنائكم. تحضير النص في البيت فوالا كلش راه عندكم هنايا.
voilà. Les projets, projet 1, projet 2, projet 3. غير منها الاب او الام يقدروا يتابعوا ابنهم. Alors, تحضير النص في البيت وشجع عليه. يعني je prends le texte même قبل الاستاذ ونقراه نحضره وكن نلحق القسم يكون عندي قراءة سليمة etc. قد ما قريته قراءة تكون مفيدة لكم. لكن حل تمارين كتاب تطبيقات يعني مانيش عارفة كل 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 ولي وطريقته كل ولي وطريقته. دونك كاين اللي كي يعمل مع ابنه يعطيه إيحاءات بالإجابة الطفل يحفظ الإجابة في القسم يعاود يكتب ديك الإجابة الأستاذ سيجد إجابات صحيحة. دونك pour lui l'enfant a tout compris خلاص تلميذ راه متمكن يمشي يركز مع تلميذ آخر في الحق هذاك التلميذ ماشي متمكن وهذه وهذا الخطأ هذا هو اللي راه يخليكم مرارا وتكرارا تقولوا ابني في البيت كلشي حله غير يمشي للقسم ما يعرف يدير والو. علاش؟ باسكو كل واحد وطريقته. ممكن حتى ما راكيش فايقه بروحك ولا ما راكش فايق بروحك وراك تعطي له في الاجابات وهو راه يكتب كتاسوا راك تعطيها له بهدوء ولا بالعياط ولا هو راه يكتب في الحلول. الوغ بور توا ساي لونفون تو كومبري كتب الحلول ممتاز اكسيتيرا اون فوا يلحق الامتحان الاجابات تكون كارثيه. دونك نقرا النصوص نطرح اسئله اجابه نستعمل كتب خارجيه كتاب تطبيقات خليوه للاستاذ في القسم منه الاستاذ يعرف اذا الطفل متمكن او لا. هذه نصيحتي الشخصيه يعني وكتاب تطبيقات يستعمل في القسم ولا يستعمل في البيت. دونك هذا سي نوتر ليفر دو فرونسي نوتر ليفر دو ليكتور فيه لي كونتين فيه دونك ممتع جدا راح نكتشفوه مع بعض كالعادة ونحفظو محفوظات مع بعض اكسيتيرا ونعاود نركز لكم الكتابة والقراءة. alors pour les livres externes سبق وتكلمنا السنة الماضية وقلت لكم من احب الكتب الخارجية ليا هما سلسلة ابي في كل المواد يعني الاخطاء فيهم شبه منعدمة يعني تلاحظوا الكتب الخارجية الأخطاء فيها كثيرة. دونك هذه المرة اكتشفت أو بلوتو هذه الكتب الخارجية ألوغ راح تصيبو سي كاي داكتيفيتي شهاب إي تصيبو فيها أورتوغراف غرامير كونجوغيزون تصيبو ميم باللغة العربية إكسيتيرا. دونك أنصحكم بهم فيهم تمارين مفيدة اللي يقدر يقتنيه تبارك الله. اللي ما قدرش راح نحط لكم كل مره نصور لكم ونحط لكم التمارين ونحلوهم مع بعض ونحط لكم الحلول وكل مره حطوا لي الاسئله حطوا التسجيلات الصوتيه. مرحبا بالجميع ان شاء الله تكون سنه موفقه للجميع. دونك اللي خلصوا برنامج السنه الثالثه راح بعد يوم او يومين يسيبوا تنزيل أول دروس السنة الرابعة واللي مازالوا مع السنة الثالثة سننشط أنفسنا نواصل البرنامج ونبدأ مع بعض كي نخلصوا البرنامج تاع السنة الثالثة راح يلقاو الفيديوهات الخاصة بالسنة الرابعة. مرحبا بالجميع الله يوفق الجميع ويعني أتمنى أن تتقبلوا نصائحي بقلب شرح كما يقول. دونك سي توجور بور لي زانتيغي دي بوتي لولادنا نصائح حتى يكون عندهم حتى يستفادوا لو ماكسيموم ويتعلموا وقد ما تعلمنا لغات ومعلومات وعلوم قد ما كانت فايده لينا. بالتوفيق للجميع.